قبل الماتشات المهمه العاده الغريبه الاشارات بالنسبه لي حاجه مهمه قوي. الباص وهو طالع رايح على الاستاد او الملعب الاشارات الحمراء بتسبب لي مشاكل دايما، عايز الاشارات خضراء. فلما الاقي اقعد احسبهم كم اشاره والنسبه ما بين الاخضر والاحمر قد ايه، اقعد اشغل ذهني فاشوف اقعد اتفائل من المنطقه دي. بق شاي اشرب بق شاي، مع ان انا ما بطقش الشاي ما بحبوش بتاتا، بس اعتدت عليه في السنه اللي انا كنت فيها هداف. كان عامل المساعد بتاعنا بتاع غرفه الملابس كان قبل ما انزل الملعب بيقول لي بس اشرب، وانا ما بحبوش ما بطقش الشاي، لكن مشيت معايا بقيت انا اللي ادور على العامل اوضه اللبس واقول له فين يا ابني بق الشاي عشان انزل اجيب. ده حاجه من عادات التفاؤل يعني. بنزل بالعربيه كده بروح النادي ومفيش اشاره توقفني ببقى مبسوط يعني، بحس ان الدنيا سالكه. اول حاجه خلاص هم نازلين كل الملعب يعني التسخين وبتاع الحاجات دي كلها، انا بس بنزل اخر واحد و بقعد بقى ايه بخش جوه اروح اعمل ايه قهوه بس اقعد شويه وينزلوا يسخنوا وبتاع الحاجات دي، يقعدوا يدوروا عليا شويه بتاع الحاجات دي كلها، وبعد كده بنزل بقى. شنجار احنا انت عارف على وقتنا كان ما كانش قانونا لازم يتلبس، في ناس كتير قوي كانت بتلعب من شنجار. فانا فاكر ان كانت في مباراه صممت ان انا البس الشنجار وفعلا خدت خبطه جامده زي ما اكون كنت متوقع، واللي حماني من كسر رجلي هو شنجار. ان انا ما اعرفش الساعه قبل ما انام، يعني قبل ما انام يوم يعني مثلا عندي ماتش تاني يوم خلاص الساعه مثلا وقفت عندي عن الساعه 8 8:30. يمكن اغرب حاجه مره وانا رايح مباراه يمكن المصحف كان بيبقى معايا مصحف صغير بقرا سوره ياسين دايما اي قبل المباراه، فانا بفتح الشنطه مش لاقي المصحف ومش عارف اعمل ايه، متعود اقرا من المصحف بتاعي يعني انا عايز اقرا من المصحف بتاعي. زمايلي معاهم يمكن دي كانت من الحاجات اللي حسيت ان انا مش هبقى كويس في المباراه، سبحان الله نزلت ما بقتش كويس خالص يعني.